İndi hep beraber biz unutmadan Muharrem ayındayız. O yüzden özel bir röportaj hazırlanıp bizim için İmam Hüseyin üzerine, onun üzerine de bir ne duvar oldu. Onu izleyelim, tekrar dönmek istiyorum. Merhaba sayın seyirciler. Fikir Terör Mücadele Genel Müdürlüğü bugün Kerkük'te İmam Hüseyin'in aleyhisselamı ibret ve ders bir töreni düzenledi. Kalın bizimle. كركوك هيئة الحج الشعبي بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في محافظة كركوك وبالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كركوك مهرجانا ثقافيا تحت عنوان ثورة الإمام الحسين عبرة وعبرة وبحضور ثلة من مسؤولي ومثقفي وأكاديمي محافظة كركوك تم التطرق وتسليط الضوء على أهم المبادئ وعلى أهم مبادئ الثورة التي خرج من أجلها الإمام الحسين ألا وهي هي ثورة إنسانية اجتماعية بحتة وبمشاركة كلا الجنسين وكذلك الشباب والكهول. حصل له خبر ضمن ندوة دا عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام. يمكن أي ندوة دا بردا ثورة الإمام الحسين وموت أم محمد حبسة شخص إصلاح كان. وإن شاء الله أبو ندوة دا فضل الله باسم الإمام الحسين عليه السلام. قاتل ضغو أزنا سلها شر عاشوراء أسنا إمام حسين أسنا بلد عن المرأة والإرهاب إن شاء الله ده استمرار يدار بو ندولار ينبغن تطور وصن كركتا